زينب. سلجوق، خوفتني كتير. أنا يلي خفت عليك. كرمال الله تركني بحالي. زينب، لك أنا كمان أخذ نصيبي من ظلم علي حكمت، وأنت بتعرفي شو عمل فيني. ما ضل شي نحكي فيه بعد يلي صار. زينب، طلعي بالسيارة لحتى أخذك على شي أوتيل تعدي فيه، أبوكي رح يزعل كتير. هو منيح؟ منيح، لا تخافي عليه. يلا. زينب، صدقيني وأنا كمان مزعوج، يا ريت ما صار هيك. يا ريت. شو عم تعمل أنت؟ زينب، أنت منيحة؟ بكفي انتو الاثنين، روحوا من هون واتركوني. زينب، لوين بدك تروحي بهيك وقت؟ شو دخلك؟ لو سمحتي حاجة ولدني، اطلعي على السيارة. ما رح اطلع. زينب، مو شايفة قديه متأخر الوقت؟ أنا ما بدي روح على هداك البيت، ما رح أرجع. تمام، لحظة بس، ما رح نروح على المزرعة. أنا رح أخذك على الشالة وبتضلي هنيك اليوم، وبكرة بتعملي يلي بدك يا زينب، تمام؟ زينب، لو سمحتي لا تخليني خاف عليك. يلا يلا زينب، يلا يلا. أخي أنت فيك تروح على البيت. وين سلجوق؟ ما بعرف، يمكن قاعد بالصالون. لا، ما أنا بالصالون. ما بعرف وينه أخي. خلينا نحكي بكرة، لا تزيد علي اليوم. حاكي خليه يجي فورا. أخي، مشان الله روق، صار يلي صار. أنت شو عم تحكي؟ القيامة قامت اليوم، ما عندك علم بهذا الشيء؟ كل الأحصنة هربت، كنا رح نفلس يا أختي، رح نفلس. القصة كلها قصة وقت، ما عم تفهمي هالشيء. الموضوع كله موضوع وقت. أنا مكتوب على جبيني إني غبي شي؟ شو هالحكي هاد أخي؟ هو اعتبر إنه المصاري مو موجودة وأنا لازم أنسى مصرياتي، مو هيك؟ بس هو قالك إنه سرقوها. مو علي هالحركات، بده يجيب المصاري من تحت الأرض لهون على البيت. ليك يا أختي، آخر مرة، إذا بيصير هالشي مرة تانية أنا ما رح أحترم عمرك، رح أقلعكن من هالبيت. أخي شو عم تحكي؟ بدك تعصب من ذو الفقار وتجي تطلع غلك فيني؟ شو عم تقولي انتي؟ غل شو؟ بما انك حطيت السلاح على رأس البنت، هذا بيعني انه ذو الفقار بيعرف عنك سر كبير وعن قريب رح ينكشف. يعني على شو عم تلمحي هلأ؟ فهميني. عم قلك بتعصب منه وبتصرخ علي انا؟ لك انا عم صرخ على قليل الاصل ابنك، انا معصب منه، اذا مسكته بدي اقتله بايدي التنتين. لا تحكي على ابني هيك. انا عم بكذب شي؟ ليش أبو مو ولي الأصل؟ مو هو اللي أخذ ابني مني؟ أخي أنت بتعرف إنه كان حادث، معقول يعني إسماعيل يقتل أحمد عن قصد؟ بكفي حكي فاضي، أنا ما ضل عندي ابن يا ندرت، مانك عم تفهمي؟ أنا ما عندي ابن بنوب، وأنا ما عندي زوج كمان أخي، وابني ما عنده أب.